مرة تانية وتالتة وعشرة يعود الكلام مرة أخرى عن تعديل نظام الدوري الممتاز في الموسم الماضي، ده في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج من دوامة الدوري المضغوط وتلاحم المواسم، والهدف بالتأكيد مسابقة منتظمة ومنافسة قوية تفرز منتج فاخر ومنتخب قوي جاهز للبطولات الكبرى. المرة دي كلام عن تطبيق التجربة بلجيكية مش دنماركية، بلجيكية. ولكن يا ترى يا ترى يا هل ترى رأي الأندية هيكون ايه؟